أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، نلتقي اليوم مع موعظة جديدة بعنوان فضل شهر شعبان، انطلاقا مما روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، أحدها أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وفي قوله يغفل الناس عنه إشارة إلى أن الأوقات التي يغفل الناس عنها فإنها عظيمة عند الله عز وجل، ويجب على الإنسان الاشتغال بها واغتنام الفرص فيها بالإكثار من الطاعات. ثانيا، الفائدة الثانية، أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات. الفائدة الثالثة، أن المفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة قد يدفع البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. أيها الإخوة الأحبة في الله، ومن فضائل هذا الشهر المبارك العظيم أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهذا الرفع على ثلاثة درجات الدرجة الأولى رفع يومي، ويكون ذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الدرجة الثانية رفع أسبوعي، ويكون ذلك في يوم الخميس. والدرجة الثالثة رفع سنوي، ويكون ذلك في شهر شعبان، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الإخوة الأحبة في الله، ومن الفوائد العظيمة التي ينبغي التنبه فيها في حياتنا كلها، أن الأوقات التي غفل الناس عنها أو التي أخفاها الله عز وجل على عباده كلها معظمة، وذلك مثل صيام شهر شعبان وإحياء ليلة القدر وغيرها من الليالي التي أخفاها الله عز وجل على عباده لما فيها من الخير والبركات، وذلك من أجل تشجيع الناس على الصيام أيام وعلى الإكثار من الطاعات والعبادات في الأيام الأخرى، وذلك لأن تحديد اليوم
يجعلنا نخصص ذلك اليوم بالصيام أو بالعبادة أو بالطاعة فقط، ولكن الله عز وجل أخفاها أو أخفى هذه الأيام المباركة لحكمة عظيمة، وذلك من أجل صيام جميع الأيام والإكثار من العبادات في جميع الأيام والدعاء كذلك أيضا في جميع الأيام. ثم إن شهر شعبان من فضائله أيضا الإكثار من قراءة القرآن، فإن هذا الشهر المبارك العظيم ألا وهو شهر شعبان كان يعرف بأنه شهر القراء، وذلك لأن السلف الصالح كانوا يكثرون فيه من قراءة القرآن ويتركون الأعمال في هذا الشهر المبارك العظيم ويتفرغون لقراءة القرآن والإكثار منه. ثم كذلك أيضا أن هذا الشهر من فضائله أنه شهر تم تحويل القبلة فيه، وهذا دليل على عظمة هذا الشهر وفضله عند الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة في الله، إن شهر شعبان هو شهر مبارك عظيم، ويجب علينا استغلال الفرص من أجل صيامه وقيامه والإكثار من العبادات فيه، لأن شهر شعبان هو كالمقدمة لشهر رمضان، شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وكذلك أيضا أن تصبح الأعمال كالرياضة بالنسبة للأبدان، وكذلك أيضا أن يدخل الإنسان وهو جاهز لاستقبال شهر رمضان وللعبادة فيه، وكذلك أيضا من أجل صيامه براحة واطمئنان. فشهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القيام، وشهر شعبان هو شهر الاستعداد لشهر رمضان، فهو كالتدريب له. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.